ابشع وسائل التعذيب في التاريخ. حابب احذر بس قبل ما ابدا الجزء ده بالذات انه ممكن ما يكونش مناسب لكل الناس، وبالذات الناس اللي بتقرف او قلبها بيوجعها. طريقه التعذيب بالسلخ، ودي بقى واحده من اقدم وابشع الطرق اللي كانت تقريبا بتستعمل في سنه 883 قبل الميلاد. في الطريقه دي كانوا بيجيبوا الضحيه بيقلبوها راسا على عقب، وبعدين بيعملوا فتحه من اول زورها ونازل لحد اخر بطنه، ومن بعدها كانوا بيبداوا عمليه السلخ. كانوا بيشيلوا الجلد بتاع الضحيه قطعه قطعه بشكل بشع ومؤلم تماما، لحد ما في الاخر بينزع جلد الضحيه كله بشكل كامل وما يتبقاش غير جلد الوجه والرقبه. الضحيه اوقات كانت بتعيش لمده يوم كامل من العذاب وبعدها بتموت طبعا. وكان بقى في طريقه تانية اكثر بشاعه، وهو ان هم يجيبوا السجين ويحطوه في الشمس المباشره لمده ايام لحد ما جلده يتهري وبعدها هم يستخوه عنه. وفي طريقه تانية كانت اكثر بقى بشاعه من كل اللي انا قلت دوت، وهو ان هم بيجيبوا الضحيه وبيحطوها في زيت مغلي او ميه مغليه وبعدين بيخلعوا جلده كانه انا اسف يعني فرخ. واغلب طرق التعذيب اللي انا ذكرتها دلوقتي ديت هي المجازر اللي بيرتكبها الاحتلال الصهيوني ضد اخواتنا في فلسطين. اباده جماعيه وتطهير عرقي بيتعمل للفلسطينيين كلهم بدون اي تمييز بين شيوخ واطفال وحتى النساء. بيتم قصفهم اسلحه محرمه دوليا زي الفوسفور الابيض، زود عليها طبعا جرائم المدافع والطيارات. ده طبعا كله بيحصل بعد ما هم بيجوعوهم بقطع عنهم الميه والاكل والكهرباء. الجثث اللي بقت منتشره في كل حته في الشوارع عندهم لدرجه ان هم مش لاقيين تراب تكفيهم. طبعا في جثث ثانيه لسه ما طلعوش من تحت الانقاض، وفي جثث ثانيه عباره عن اشلاء مش عارفين يجمعوها. يا رب انصر فلسطين، ويا رب انصر مصر، ويا رب انصر العرب كلهم.